أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وحبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. صدق الله العلي العظيم. الهروب من الخطر يكون على ثلاث أساليب. مرة لما الواحد يهرب من الخطر تشوف وجهه للخطر، يقابل الخطر بس ينسحب لي ورا شوية شوية، هذا يسموه هروب القهقري، يعني هو مواجه الخطر فينسحب شوية شوية لي ورا. هذا فد أسلوب من الهروب من الخطر. أسلوب الثاني أنه لا يطي ظهر للخطر ويهرب من الخطر، بس كل ما يأخذ كم خطوة يدير وجه ويباوع ويشوف الخطر بعد بمكانه، اتحرك إلى قريب من عنده بعيد، هو وجاي يهرب إلى جهة الأمام يلتفت لي وراء، يظل كل شوية وهو وجاي يهرب يباوع يشوف الخطر بعده وراء، أسرع أبطأ وهكذا. هذا فد مستوى ثاني من الهروب من الخطر. وأشد مستويات الهروب من الخطر هو أنه يطي ظهر للخطر ويركض، وهو جاي يركض أبدا ما يلتفت لي وراء. حتى هاي الالتفات تدرون اللي يركض إذا يريد يلتفت لازم يخفف سرعته حتى يقدر يلتفت، وإذا راد يهرب هروب سريع وشديد ما يلتفت أبدا حتى هاي الالتفات لا تعيق هروبه. هذا نوع ثالث من الهروب من الخطر. طبيعي هذه المستويات من الهروب من الخطر ترتبط بقضيتين ويمكن ثلاث. أولا الخطر إذا كان من النوع اللي ضرر شديد واحد وممكن يوصل، فإذا شديد تشوف الهروب يصير من هذا الطراز الثالث، إذا لا بسيط هروب يصير من الطراز الأول، متوسط طبعا المتوسط. وأي هروب
طبعا احنا ما نقدر نقارن من ناحية هروب الشخص، لان ممكن واحد يشرد الشردة الثالثة من خطر ما يسوى، ولكن باعتبار انه احنا نريد نتعرض لهروب موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام من الأفعى، يعني هذا مو أي واحد، هذا شخص تقديراته عالية، رؤيته عالية، شخصيته عالية متكاملة، نبي هو، رسول هو. فإذا ردنا بعد ما قدمنا هاي المقدمة، هاي الأنحاء الثلاثة من الهروب، تعالوا خلي نعيد الآية ونشوف أنه موسى عليه السلام هرب من هاي الأفعى، شرد من هاي الأفعى، أي نوع من أنواع الهروب. أعيد الآية، ركزوا حتى ندخل للموضوع، وموضوع جدا مهم الليلة إن شاء الله تعالى. وألقي عصاك، آية رقم 10 من سورة النمل. وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. هسه سجلوا وياي صفة الهروب، ولا هاربا ولم يعقب، ولا عفوا مدبرا ولم يعقب. ثلاث أوصاف القرآن أطي لهروب موسى عليه السلام. ولا يعني شرد بتعبيرنا، ولا مدبرا مو انه مطي وجهه للخطر، لا مطي قفال الخطر، اذا الخطر مو من النوع البسيط. ولا هرب مدبرا الطق قفال الخطر ولم يعقب، وهو جاي يهرب وجاي يشرد من عصا اللي صارت أفعى حتى ما دار وجهه، وباوع هاي الحية بعده ورا، اجت ورا ما اجت ورا، ظلت بمكانها. إذن القرآن سجل إلنا، وصف إلنا هروب موسى عليه السلام بالهروب اللي هو أشد أنواع الهروب. ولا مدبرا ولم يعقب، شرد ومطي قفال الخطر للحية للأفعى، ولا مدبرا ولم يعقب. هذا الهروب القرآن سجله إلنا. هاي مقدمتين، مقدمة ثالثة حتى نوصل إن شاء الله نبدي الدور نشوف القضية شنو. الآن من تصورت هروب موسى عليه السلام من الأفعى من الحية، هذا النوع من الهروب الشديد، أريد أسأل شنو اللي صار بأذهانكم من استنتاج حتى أدخل للموضوع. يا ترى من تصورت هذا الهروب لموسى صار ببالكم أنه مناسب موسى هيجي يشرد من الحية تلوقله بتعبيرنا؟ لو لا والله ما تلوقله نبي، والآن هو في مقام التكليم، الله عز وجل يكلمه، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال فألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. الله كلمه، كليم الله في تلك الليلة، كليم الله موسى عليه السلام، ويشرد يهرب من الأفعى هاي الشردة. بأذهانكم تستاهل القضية هيك الشردة؟ تلوق الموسى عليه السلام هيك الشردة؟ لولا
خلي بداية قبل لا أدخل للجواب أرسم الابتسامة على وجوهكم. هذا الموضوع وإن شاء الله راح نتطرق لأنه موسى عليه السلام بالضبط فعل ما كان ينبغي أن يفعل، ما عنده خطأ، ولكن حبيت أذكر هذا حتى إن شاء الله الكل من يتابع لا يقع في هذا الموقف اللي صار لهذا الشخص وياي. لما كملت هذا المجلس قريته في المكان، لما كملت وخلصت واحد من الشيبة قام لي قال لي سيد اليوم انت هواي دافعت عن موسى. استغربت لما هيجي قال لي اليوم انت هواي دافعت عن موسى، بس والله يا سيد لو هاي الحية طالعة على علي بن ابي طالب جا حط عليها وشقها نصه. قلت له انا صار لي 3/4 ساعة اسولف حتى انت تستوعبها للقضية، صار لي 3/4 ساعة اسولف حتى انت تتصور القضية، تقول لي لو طالع الحي علي بن ابي طالب كان شقها نصين. بالتالي فهذا التصور عند هذا الرجل الله يرعاكم حتى لا يصير عندكم، وحقيقة حتى نهتم بالقضية، لانه نلاحظ القرآن هسه هاي آية مثل ما قلت لكم رقم 10 من سورة النمل، في سورة القصص 31 آية 31 تقريبا بس البداية والنهاية، وإلا نفس الوصف، وأن ألقي عصاك، هاي في سورة القصص، وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يعني أيضا القرآن وصف إلنا هروب موسى بنفس المفردات اللي في سورة النمل في سورة القصص. إذن أكو قضية القرآن يريدنا نقف عندها، هل لي بتعبيرنا لح على هذا الوصف، القرآن عند قضية يريدنا نقف عندها لما يكرر ويسلط الأضواء وبشكل دقيق على هذا الهروب اللي حدث من موسى عليه السلام. بعد ما صورنا هذه الصورة اسمحوا لي أقول أنا متأكد مثل ما هذا الرجل اللي قام واعترض، هواية الآن من المستمعين صار عندهم صورة أنه ما كان المفروض موسى عليه السلام يهرب، وعفوا أقول هاي الكلمة بس حتى يصير واضح، يعني كأنه ما يليق بموسى. بعد أكثر من هذا الكلام ما أريد أنطق به في مقام كليم الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حتى أكون مؤدب وياه، ما كان ينبغي أن يهرب من الأفعى، بعض الناس هيجي يتصور. هذا التصور تدرون من إجانا؟ هذا التصور إجانا لأنه للأسف إحنا تشخيصنا لوصف الشجاعة مو صحيح. يعني الآن أي واحد من عندكم، كل الأخوة اللي هسه بعد المجلس، خليه يسأل أصدقاء أو زملاء أن يعرف له الشجاعة. الشجاعة يعني شنو؟ الشجاعة شنو هي؟ تشوف أنه بهذا الصدد مع الأسف تكون آراء وأقوال عديدة، ولأنه ما عندنا تصور صحيح واسمحوا لي أقول هم دقيق عن الشجاعة، لذلك إحنا صرنا من خلال ما موجود بنفوسنا نقيم هذا شجاع وهذا مو شجاع. فتعالوا هالليلة نحاول من خلال هاي الآية نعرف شنو الشجاعة، والهدف والفائدة شنو من معرفة الشجاعة. تدرون أتمنى هالنقطة نركز عليها وننتبه، تدرون ايش قد ممكن نتصرف تصرفات غلط واحنا نتصور بنانا انه هذه الشجاعة. تدرون ممكن ايش قد نفوت فوتات بيها تهور
واحنا نتصور انه هي هاي الشجاعة، وممكن ايضا مكان المفروض نقدم موقف شجاع نتصور انه لا المفروض انه نحذر فيكون الجبن. فحلو انه نعرف واقعا يعني شنو الشجاعة وشنو الجبن وشنو التهور، لان المشكلة هنا الشجاعة محاطة بخطر اخوان. الشجاعة اذا زادت عن حدها تصير تهور، واذا نزلت تصير جبن. ولذلك يعرفون الشجاعة هذا التعريف، وهذا جدا مهم، عرفوا الشجاعة هذا التعريف: الإقدام حيث ما ينبغي الإقدام، أن يفوت مكان اللي مناسب أن يفوت، هذه الشجاعة. والجبن هو التحرز والتحفظ في مورد ينبغي أن يقدم، المفروض يفوت بس ما يفوت هذا جبن. وعدك التهور: الإقدام حيث ينبغي الحذر، المفروض يحذر هو لا يفوت، هذا تهور يا أخوان. النقطة اللي الجديرة بالاهتمام هذه، وهو أنه من اللي يقيم هنا ينبغي الإقدام وهنا لا ينبغي الإقدام وهنا ينبغي الحذر؟ هذا مين مصدرنا من هذا مين؟ أعزائي، واقعا قضية مهمة، لأنه ممكن أنت تشجع واحد يقول له فوت بطل، إيه هاي أفعالك هاي مواقفك، وهو موقف لا موقف انتحار، موقف تهور. أنت جاي الشجعة وأنا جاي أشجعة، لأن للأسف ما نعرف معنى الشجاعة. أو لا، هو الإنسان ممكن يفوت فوتة يتصورها شجاعة بينما هي لا. أذكر مثل توصية من التوصيات اللي المرجعية العليا الله يحفظها وصت أعزائنا اللي في جبهات القتال، أنه البسوا ملابسكم وبالخصوص الخوذة البسوها. ليش قال البسوا الخوذة؟ ذولا رايحين مرخصين دماءهم، يقول لا مو شجاعة أنه أنت ما تلبس الخوذة ما تأخذ احتياطك في جبهات القتال، هاي مو شجاعة. ولذلك أوصى بها المرجع الأعلى أنه لبسوا اللي يحتاط حتى يحفظ نفسه يا أخوان، هذا مو جبن، هذا تصرف صحيح. لكن مكان اللي بعد يحتاج أنه يشوفه صح، لابس خوذة ولابس درع وماخذ الوضع الصحيح، ولكنه عنده روحة رخيصة من أجل الدين، رخيصة من أجل الشرف، من أجل الكرامة، من أجل البلد، من أجل المقدسات. هذا هو الشجاع، هاي هي الشجاعة أعزائي. إذن من الذي يقول هنا أقدم اللي أنا إذا أطعت أكون شجاع؟ توجيه الإقدام لازم هيك يوصفوه علماء الأخلاق، وأذكر هم أقف عنده شوي. الشجاعة ما هي؟ قالوا طاعة القوة الغضبية، قوة الانفعال اللي عند الإنسان، طاعة القوة الغضبية للقوة العاقلة. قوة الغضبية ترضخ وتكون جنديا من جنود قوة العاقلة. العاقلة مين تأخذ؟ العاقلة قسم هي تقدر تكتشف القضية، وقسم لا، تلجأ إلى الشريعة، الدين ماذا يقول، أين تقدم وأين تحترز وأين أنت مخير. هذا ناخذ من الدين أيها الأحبة. فلهذا مثلا الآن خلينا نأخذ أمثلة، بعضهم مثلا يحكي لك عن هذا اللي بالسيارة يروح يفوت بمخاطر، أو مثلا يركب دراجة نارية ويطفر كذا مسافة بالهواء، أو حتى دراجة هوائية ويظل يفتر كذا بالجو، أي حركة ممكن تؤدي إلى قتله، كبيهم هاي صفها بالشجاعة مثلا. أو لا، خصوصا هذه الصورة، بعضهم لما يجي يقول لك
والله رحنا ساعة بالثنتين بالليل وهذا الولد الشاب شقد شجاع، ساعة بالثنتين بالليل بذيك الظلمة دفن الميت، نزل القبرة ولا خاف وكلش عادي. هاي يعتبرها الشجاع، هاي انه نزل لفد انسان هامد ما بيكل حركة ميت بعد، نزل للقبر لانه ظلام، لانه بالثنتين بالليل، لانه ميت، سماه شجاع. تقييماتنا للشجاعة تقييمات مو صحيحة مو دقيقة اخوان. حتى هذول اللي مثلا نشوفه يفوت الساحات القتال حتى يوصل الفد منصب، حتى يوصل الفد مال، حتى يوصل لامرأة جميلة، حتى يوصل الفد سمعة، على حتى يصير لفد سمعة يقولون عنه شجاع، حتى ذولا مو شجعان. مثل ما قلنا كون الإنسان الشجاع قوة الغضبية اللي عنده يسخرها للقوة العاقلة. الخوف مو عيب. أذكر لكم هاي الحادثة وأرجوكم سجلوا أنه الخوف مو عيب، والحادثة ويا الإمام الصادق سلام الله عليه، وأرجع حتى نرجع إلى هروب موسى عليه السلام بعد هاي الحادثة. الربيع بواب أو وزير المنصور العباسي يحكي الابنة وابنة يحكي الحفيدة، ووصلت القصة بهالطريقة هذه في المصادر هيك، أرجوكم تأملوا لأنه جزئيات بها قضايا دقيقة وحساسة. يقول ربيع أنه المنصور دار وجه إلي قال علي بجعفر بن محمد لا أقتلنه، جيبه حتى أكتله رأسا. يقول أنا هم رحت أحضرت جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام، وقبل لا يطب بالباب قلت له الكلمتين، قلت له أوصي وصيتك وأعهد عهدك، الرجال بس تفوتي كتلك شعدك وصية شعدك توجيه اذكر حتى إذا فتت بعد، ترى هاي فوتك آخر فوت. دخل، لما دخل شفت ما أن وقع بصره على المنصور ووقع نظر المنصور عليه حتى نهض، قام المنصور من كرسيه وأخذ بيده وأجلسه بجنبه. لما قعد بصفه، هذني حلو أن نقف عندها، لما قعد بصفه يقول سأله ارفع حوائجك أبا عبد الله اطلب شنو اللي تريد. المنظر الجميل، يقول الإمام الصادق مد إيده بتعبيرنا، طلع من جيبه كومة وصايا وطلبات. هاي الناس من يدرون بي الإمام دازع إليه المنصور مولانا الله يرعاك، مولانا هاي وياك طلب حاجة كذا، لا أمهن الإمام الصادق سلام الله عليه وجايبهن وياه. الطارقاع قال له هاي، أخذهن المنصور الطاهن قالهم ذني كلهن تمشوهن. دار وجه مرة ثانية للإمام الصادق يقول الربيع، قال له ارفع حوائجك أبا عبد الله اطلب انت شتري ذني ملات الناس. يقول قال له فلان وصاني أن أقول لك هيجي، فلان وصاني أن أقول لك هيجي، فلان وصاني هم طلبات الآخرين بس الشفهية. قال له تقضى، ارفع حوائجك أنت أبا عبد الله اطلب انت شتريد. قال له أن لا تدعوني حتى أكون أنا الذي آتيك، لا تدز ورايا، أنا أكون أجيك من خاطري أني، لا تدز ورايا. قال له هيهات ليس إلى ذلك من سبيل، أبا عبد الله وأنت تزعم للناس أنك تعلم الغيب، ما أقدر أنا ما أدز وراك وأنت تقول للناس أنا أعلم الغيب، لازم أدز وراك أعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله.
فسأل الإمام الصادق: من أخبرك؟ من قال لك أنه أنا قايل أعلم الغيب؟ قال له هذا الشيخ. دار وجفد رجال شايب قاعد، الشيخ باللغة يعني الشيبة، هذا الشيخ الإمام سلام الله عليه دار وجه، وإذا صدق شايب هنا. الإمام دار وجه لهذا الشايب سأل، قال له: أنت سمعتني أني أقول هذا الكلام؟ قال: نعم. أريد المنظر بدقة أرسمه لأنه قضايا به حساسة. الإمام من هذا قال له نعم، إيه يعني أنا سمعتك الدقائل يجي. الإمام دار وجهه من هذا الرجل للمنصور، قال له: أيحلف؟ يحلف أنه هو سمعني أنا قايل أنه أنا أعلم الغيب؟ المنصور بدوره دار وجه لهذا الشيخ لهذا الشيبة قال له: احلف. الرجال صار يحلف يعني جاي يتحضر حتى يحلف. الإمام الصادق عليه السلام يحكي ويا المنصور، قال له: سمعت أبي الإمام الباقر عن أبيه الإمام السجاد عن جده الإمام الحسين عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من حلف باليمين التي ينزه بها الله وهو كاذب أجل الله عقوبته في يمينه الكاذبة لما نزه الله به، فدعني أنا الذي أحلفه. شنو هاي الكلمة؟ شنو معناتها؟ يقول سمعت من أبويا الباقر عليه السلام، سمع من أبو زين العابدين، من الإمام الحسين، من أمير المؤمنين، أنه إذا واحد يحلف يقول مثلا: والله الذي لا إله إلا هو صار كذا، هذا مو نزه الباري عز وجل، مو ذكر صفات الباري، لأنه ذكر صفات الباري الله ما يعجل للعقوبة بالدنيا، يأخر لهذا اللي يحلف كذب، وبهي الطريقة ينزه الله، الله يأجل عقوبته للآخرة، فخليني أنا أحلف بطريقة حتى إذا يكذب رأسا تنزل به العقوبة، لا يحلف بالطريقة اللي هو يريد. أرجو أن نلتفت، إذا حلف بما ينزه الله به وهو كاذب الله عز وجل أجل عقوبته لما نزه الله عز وجل في يمينه. دعني أنا الذي أحلفه. المنصور قال له: كذلك حلفه. الإمام الصادق بإيش حلفه؟ قال له: قل أبرأ إلى الله من حوله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي إن لم أكن سمعت منك هذا الكلام. هيك يقول الرجل، سمع هاي تخوف. أبرأ إلى الله من حولي وحوله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي، هاي تخوف. تلكأ، ما صار، ما يحلف، ما حلف. الدوانيقي أبو جعفر المنصور بدبورية شالها، قال له: تحلف وإلا لا أعلونك بهذا القضيب. الرجل بعد صار تهديد، حلف بهذا اليمين، حلف بهذا اليمين. ماكو، يقول الربيع، بمجرد أن كمل يمينه رأسا طاح، سقط على الأرض أجلكم الله، ودلع لسانه كالكلب. رأسا المنصور قام إلي للربيع يعني، وقال له: ويحك يا ربيع، اكتمها علي هاي، لا ظل سولف بيها، فيفتتن الناس بجعفر، طلعوا هذا بسرعة. وبهالأثناء بعد انصرف الإمام الصادق سلام الله عليه، طلع. يقول الربيع: أعزائي، أنا طلعت ورا، شاهدنا هنا، طلعت ورا، قلت له: يا ابن رسول الله، هذا كان ناوي إلك نية شديدة، نية القتل، ما أن دخلت وقعت عينك عليه ووقع عينه عليك إلا وزال عنه كل ذلك،
وإلا كان عنده نية الإقدام على قضية خطيرة جدا وشديدة جدا، بس عيونك صارت عليه وهو هم شافك، هذا كل الانفعال والشدة زالت من عنده. شنو اللي صار أعزائي؟ لا تنسون، بس أذكركم، الخوف مو عيب يا أخوان. هذه أذكركم وأرجع حتى تقولون وتلتفتون أنه شاهدنا بهالقضية هنا. قال لقد رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في النوم فقال لي يا جعفر خفته؟ داز وراك المنصور انت خايف من عنده؟ يا جعفر خفته؟ فقلت نعم يا جد، اي انا خايف من عنده. وهذا هم بس خلوا بالكم، ان شاء الله نرجع اليه. أخفته؟ نعم يا جد. قال إذا وقعت، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم الإمام الصادق، إذا وقعت عينك عليه فقل بسم الله أستفتح، بسم الله أستنجح، وبمحمد صلى الله عليه وآله أتوجه، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وكل صعوبة، اللهم سهل لي حزونة أمري وكل حزونة، واكفني مؤونة أمري وكل مؤونة. علمني هذا الدعاء وأنا قريته وصار لي أنت شفت. فإذا لاحظت، سأل الإمام الصادق، قال رسول الله بعالم الرؤيا، قال لي خفته يا جعفر؟ قلت نعم. الخوف مو عيب يا أخوة، الخوف مو منقصة، الخوف اللي خاف موسى عليه السلام من الحية صحيح جدا. بس قضية أرد أقولها هنا، لعله هواية من اللي سمعوا هاي القصة صار ببالي إيه إذا صارت لي شغلة ويا واحد وأريد أحلفه، أريد أحلفه بهاي الطريقة مع الإمام الصادق. خاف بعض اللي يسمعونه صار ببالهم هيجي، أريد أقول لهم لا، ما تقدرون هذه الطريقة من اليمين، خاصة بالأئمة سلام الله عليه، مو أنا وياك، وهذا مو حكايتي أنا، لا، هذا كبير العلماء صاحب الجواهر أعلى الله مقامه في كتابه هيجي يذكر لما يمر بهاي الرواية، يقول هاي خاصة بالأئمة سلام الله عليهم أن يحلفون الآخرين بهاي الطريقة هذه. وتعالوا الآن ننتقل، نرجع للموضوع الرئيسي، وهو أنه موسى عليه السلام يقول عنا القرآن: فلما رآها تهتز كأنها جان حية صغيرة بس سريعة جدا. الجان باللغة العربية الحية صغيرة بس سريعة كلش. القرآن يقول الحية اللي صارت من عصا موسى تهتز كأنها جان، سريعة مثل الحية هذه اللي اسمها الجان. فإذا ما دام صارت مثل الحية، حية سريعة، هل موسى عليه السلام شرد بهاي الطريقة ولا مدبرا ولم يعقب؟ شرد والتظهر وما دار وجه، لأنه مثل الحية السريعة صارت هاي حية العصا اللي هي لموسى عليه السلام. وأخوان القضية هذه يا أخوان، أنه الإنسان لما يكون في خطر وسلاح ما عنده ومواجهة الخطر، معناته هو شنو؟ أكيد يقتل، يتسمم. هاي الحية ما أقدر لها، سلاح ما عندي، السلاح الوحيد اللي عندي هي عصايا، وعصايتي هي اللي تحولت إلى هذه الأفعى، فمسألة الهروب فمسألة طبيعية جدا يا أخوة. مسألة الهروب أنه أنا خطر ما أقدر، إذا أواجهه أقتل، وأنا الله عز وجل مخلي هاي رواحتي وبدني أمانة من عنده،
ولما الباري عز وجل قال إني لا يخاف لدي المرسلون، هاي استوى جاي أدب بهذا الأدب، يعني استوى جاي يعلم أنت لما تكون لدي لا تخاف من أي شيء، استوى الله جاي يعلم، مو قبل قايل، استوى الله يعلم أنه أنا من أكلمك بعد أبد ما عليك أي خطر. ولذلك كل المرات الآتية لما كان تحول إلى أفعى ما كان يشرد من العصا عادي. والدليل على أنه هاي أول مرة الله عز وجل جاي يقول له أنه في الآية اللي في سورة القصص وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هسه جاي يعلمه أنت بأمان، أنت ما عليك خطر. الله عز وجل هسه جاي يعلمه أنه لما أنا أتكلم وياك، لما تكون أنت لدي، بعد ما يضرك أي شيء. فأرجوكم يا أخوان، أتمنى أنه إحنا يكون صار عندنا فكرة جميلة دقيقة عن الشجاعة، وإلا مع الأسف تشوف بعض الناس يتصرف تصرفات مال انتحار، انتحار يسموه الشجاعة، إش قد قوي إش قد بطل، لا يا عزيزي هذا انتحار، هذا تهور، لن شجع الآخرين، وراها مسؤولية أمام الله عز وجل، وأكو مكانات لا جاي يجبن وإحنا نقول لا إيه هو هذا التصرف الصح، وأكو مكانات نعم هو شجاع ويقدم موقف شجاع وإحنا نشجعه أو إحنا نعرف الشجاعة حتى نقدم. في واحدة من هذه المعارك اللي صارت ويا إجرام داعش، هالصورة هاي يا أخوان نقلوها بعض الأخوة أنه فلان شخص لما هم وجاي يواجهون كان واقف والرصاص يجي، يقولوا له يا بدنق الله يخليك دنق، يقولهم لا مثل ما يدنق يا با، هاي هذه 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 خطرة هاي يا أخوة، يقولوا له دنق رصاص جاي مثل المطر، يقول لا أنا ما يلوق لي أدنك، هذا احتياط، هذا مو جبن يا أخوان من واحد أنه يجي يتحفظ يحاول أنه يكون بالمكان الملائم ملابس ملائمة. وهل قلت لكم أعزائي بالبداية أنه صارت توصية بلبس الخوذ أحبائي، فليصير عندنا هذا الخلط في فهم الشجاعة أيها الأحبة. الإقدام ما ينبغي الإقدام عليه شجاعة، الاحتياط والتحرز فيما ينبغي الإقدام جبن، والإقدام فيما ينبغي التحرز منه هذا تهور. فخلونا ندير بالنا. سألوا الإمام الحسن سلام الله عليه الإمام المجتبى فد وصف جميل، قال له وما الجبن، الجبن شنو؟ سأله الإمام الحسن عليه السلام وما الجبن، قال الجراءة على الصديق والنكول عن العدو. نعوذ بالله. واقعا من خلال وصف الإمام الحسن عليه السلام خلونا نفحص أنفسنا، نفتش أنفسنا، أنا هيجي أنه إذا صديقي رأسا أهجم عليه وأفترسه، ولكن العدو لا شوف أبتعد. ما الجبن؟ الإمام الحسن عليه السلام سأله ما الجبن؟ قال الجرأة على الصديق، لأن هذا صديق شوفه أنه عنده جرأة عليه، يرفع صوته يتعامل وياه بخشونة مو بأدب، لكن قدام العدو يصير عصفور، قدام العدو يصير ضئيل،
فوصف جميل ما الجبن؟ قال الجرأة على الصديق والنكول عن العدو. أعزائي، عصا موسى عليه السلام هذه عصا مو اعتيادية، هاي العصا كانت لآدم عليه السلام. الرواية عندنا عن الإمام الباقر عليه السلام أنه كانت لآدم من الجنة، الجنة اللي كان بيها آدم من الجنة، صارت إلى شعيب النبي أبو زوجة موسى عليه السلام، ثم صارت لموسى من شعيب إلى موسى وصلت، وهي عندنا. يقول الإمام الباقر يعني عد الأئمة سلام الله عليه، وهي عندنا وهي من الجنة. الإمام يقول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أيها الأحبة، الإنسان لما يكون شجاع بتشوف أنه مواقفه اللي يقدمها مواقف كل العقلاء، كل اللي عندهم بعد نظر ونظرة واضحة وقوية يقيمون هذه المواقف. تعالوا شوفوا موقف القاسم ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، عمره 13 سنة قاعد قبال عم الحسين ليلة العاشر، ويسمع الحسين سلام الله عليه يردد أسماء الشهداء، يستشهد فلان فلان فلان، إلى أن قال أبو عبد الله الحسين ويقتل حتى عبد الله الرضيع. لما سمع أنه السجل وصل إلى عبد الله الرضيع القاسم، هنا سأل عم الحسين لأن ما سمع جاب اسمه، قال لعم أبا عبد الله أو اسمي مع الشهداء؟ سأل الإمام الحسين بني قاسم كيف تجد الموت عندك، شنو تعريف الموت؟ قال القتل بين يديك يا عم أحلى من العسل. الله، هذا الوصف، اقتل بين يديك يعني اقتل فدوة إليك أحلى من العسل، يقطعوني بالسيوف، يتوغلون برماحهم بداخل بدني أحلى من العسل، لأنه الدفاع عنك عم أبا عبد الله. هذا فد وصف، هذا صورة رائعة من الشجاعة، وطبقها يوم العاشر. لبس ملابس أبو الإمام الحسن وتقلد بسيف الحسن عليهم السلام، وجاء ووقف بين يدي أبي عبد الله الحسين يستأذن عم أبا عبد الله إذن لي لكي أبرز. الإمام الحسين يا أحبائي يسمع صوت أخوه الحسن جاي يسترخص من عنده، ويشوف شمائل أخوه الحسن جاي يسترخص من عنده، ما يقدر يجيزه، سكت الحسين. فلذلك ينقل أن القاسم انحنى وأخذ يدي عمه الحسين، وعلى كيف نزل خده وخلى خده على ظاهر كف أبي عبد الله الحسين، يمسح ظاهر كف الحسين بخده ودموعه تسلك بين أصابع أبي عبد الله الحسين، وهو يقول عم أبا عبد الله إذن لي لكي أبرز. الحسين عليه السلام سحب يده، نزل القاسم على رجلي الحسين كذلك يقبل ظاهر قدمي أبي عبد الله، ويمسح خده برجلي الحسين، وإذا بأبي عبد الله يرفع القاسم من على رجليه، يضع القاسم على صدره، لست أدري ماذا حال حتى ذاب وسقط على الأرض. نهض الحسين والقاسم
سوى الحسين عمة القاسم على رأسه، نزل وهو يقاتل ودموعه تتناثر وهو يصيح: إن تنكروني فأنا نجل الحسن. وعينا الحسين تلاحقانه: فدوى قلبك يا حسين. وإذا بصوت ينتهي إلى مسامع أبي عبد الله، هزت وجود الحسين الصوت يصيح: عم أبا عبد الله أدركني. جاء الحسين مسرعا وجده يفحص برجله، صاح: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. يوم والله كثر واتره وقل ناصره. يا عمي من شرق هامتك نصين، يا عم صواب ليوجعك وين، يا عم شلون اجي لك للصواوين وانت من الطبر جسمك مخدم. حمله الى الخيام، امه تنظر. جاء به الحسين وطرحه بجنب علي الاكبر، قعد ما بينهم ودموع عينه تسيل ويفجع الكون بونينه. شبك جزام باليسرى ويمينا، شبك بيها علي وحبب جبين. وإذا برملة جاءت ووجدت الحسين في الخيمة، راحت تجول على الخيمة. خرج الحسين يكفكف دموعه، دخلت رملة رمت بنفسها على ولدها، وضعت وجه ولدها على صدرها وهي تشم: يا رب يا عياتك وعين عليك تربي تربي، حسب بيك ليل نهار قلبي. يا جاسم بيش وجد بعد دربي، وضو عيون طفاح الدهر واظلام. يا غياه وحنيت يا ابني، يا ابني ما ذكرت امك وحنيت، عفتني وانكسر ظهري وحنيت. يا جاسم خضبت شيبي وحنيت بدمك يا شباب الغاضري، يا بدمك يا شباب الغاضري يا عذري. تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. يا الله، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أكرمت، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم وفقتنا لمجلس سيد الشهداء، اللهم لك الحمد ولك الشكر، كما رزقتنا الجلوس لاستماع مجلس سيد الشهداء. اللهم اجمعنا تحت لواء شفاعته يوم نلقاك. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود،
وثبت لنا قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعل فرجنا مقرونا بفرجه يا كريم. نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه ولك قبلنا تبع أو ذنب تعذبنا عليه. اللهم يا من اسمه دواء وذكره الشفاء، من على جرحانا ومرضانا بالشفاء والعافية يا الله. إلهي لنا أحبه على حدود البلد يوفرون لنا الأمن والأمان، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، سدد رميتهم في نحور أعدائهم يا الله. إلهي دماء ترقرقت وسالت على ترب هذا الوطن حتى يحفظوا عزتنا وكرامتنا، اللهم أشرك أرواحهم الطيبة في ثواب مجالسنا يا رب العالمين. من سألك ذرية طيبة، من سألك دارا تؤويه، من سألك سعة رزق، من شكا إليك ثقل دين، من شكا إليك هما أو غما، يا الله نحن في ضيافتك في هذا الشهر الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجهم وحوائجنا للدنيا والآخرة، يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إلى أرواح أمواتكم أيها المستمعون، وإلى أرواح أموات المؤسسين، على الخصوص إلى روح والدهم الحاج داود، وإلى روح العلوية وابنتها، وإلى روح كنعان الشهداء والشهداء وموتى المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.